المعاش. مين قال انه ما فيش حد المعاش؟ بياخدوا المستحقين، المستحقين مستوى محددين، الزوجة والأبناء، والزوج أيضا بشرط أن الزوج يكون زي الأبناء، يكون ما بيشتغلش. لكن أنا زوج المحامية اللي شغال رجل أعمال أو شغال قاضي ولا شغال مش عارف فين وبياخد مرتب، أنا أديله معاش من نقابة المحامين؟ ليه؟ لا حرام. إنما لو الزوج لأي سبب من الأسباب، لأي سبب من الأسباب تعطل عن العمل وقعد، اديله المعاش، اديله المعاش حقه. اذا احنا مش عايزين تعسف ولا عايزين تفرقه بين المحامي والمحاميه في الامر، لكن معيارنا هو اللي اشتغل، بدليل ان الابن لما بيعدي سن ال 21 بيستبعد من المعاش، البنت اللي بتشتغل بتستبعد من المعاش. طب هو الزوج اهم من الابن واهم من البنت؟ لا مش اهم. اذا ده امر يحتاج الى تفهم، لانه هنا العبره ان المعاش بديه هنا لاسره المحاميه لما تبقى محتاجه للمبلغ، سواء كان الزوج او كان الابن. هو الابن المعاق احنا مش بنستمر في المعاش معاه، بنديله المعاش حتى لو تجاوز السن. البنت ايضا حتى لو تجاوزت السن، اذا كان في امر يعطلها عن العمل او يعطلها عن شيء وامر طبي، احنا بنتدخل وبندخلها في اطار المعاشات المختلفه. العلاج والاستفادة بيه، احنا اضطرينا نحط قاعدة الاشتغال ونقل الجدوى غير المشتغلين، لانه احنا خدنا في مرحلة من 16 حتى 19 كان في تسوية اوضاع، يعني المحامين اللي بقى لها سنوات خرجت من الخدمة وجت لما حست انه في مساس بمراكزها القانونية في المعاش عشان تعالج نفسها، اخده من اول سنة يجي يقول لي انا عملت اعادة اديله البطاقة لانه دفع لي 5000 جنيه علشان يعيد نفسه، لا انا لازم اختبر استمراره في المحاماه. ده امر ما يزعلكش، لانه في النهايه انتوا كام حاله؟ 1000 حاله، بس انا بحمي المحامين من ان ال1000 دول يتحولوا الى ناس جت تظبط. يا اخوانا ده في ناس بتأيد في نقابه المحامين، كانت بتأيد في نقابه المحامين عشان تتعالج من الفيروس سي، عشان تتعالج من الـ الكانسر لا قدر الله، بس انه بيعمل الكرنيه علشان ياخد العلاج ده فقط، وهو مش عايز يشتغل محامي، وهو مش هيشتغل محامي، وهو مش بيشتغل محامي. كل قاعده لازم يكون لها اثار جانبيه، ما احنا لازم نبقى فاهمين كويس انه لازم تتحملونا علشان في النهايه تنضبط المساله. احنا اي جراح بيعالج المريض بيفتح بطن المريض لازم ينزف دم، لازم يحصل دم، تجي له حراره شويه، يشعر بالم شويه، لكن في النهايه العلاج النهائي للحاله هو ان احنا ان شاء الله هنقوم قومه فيها الصحوه وفيها الامر. احنا لما قررنا معاش الدفعه الواحده قررناه علشان المحامين اللي بيتوفاهم الله فجاه واسرهم ما بتكونش مستعده استعداد مادي لتحمل المسؤوليه، مسؤوليه الحياه بعد ذلك، يعني المحامين الكبار اللي بيتوفاه الله في عمرهم المديد او بعد عمرهم المديد اسرارهم وحالتهم بيبقوا مستقره والدنيا بتبقى مظبوطه الى حد ما. لكن المحامي اللي بعد 10 15 سنه محاماه يتوفاه الله، ده بيبقى اسرته في حاله يرثى لها، مفيش موارد، مفيش دخل، محتاجه مدارس ورسوم وفصل دراسي، محتاجة أقساط مدفوعة عليه. قررنا معاش الدفعة الواحدة علشان نواجه الحالات دي، وأضفنا للوفاة العجز الكلي. إمتى أنا أدي معاش الدفعة الواحدة للمحامي؟ لما يخرج بشكل إرادي، لما يبقى عندي الموارد التي تكفي هذا الأمر، لو تحقق هنحقق. فالأمر هنا مربوط بما يمكن أن ندخره من موارد أو نوفره من موارد تحقق هذا الأمر.